سبع سنوات مضت على إنشاء وافتتاح حديقة الحيوان بمحافظة إب. هذه الحديقة التي تعد أحد أهم الموارد السياحية أهملت وتدهورت نتيجة التدخل العشوائي في المراقبة والإشراف على تغذية الحيوانات وتوريد أصناف التغذية من قبل الغير مختصين. كل ذلك أدى إلى نفوق العشرات من الحيوانات وانتهاء كامل لبعض الحيوانات النادرة. المنطقة السياحي الذي نفتخر به ونعتز به، وهي عبارة عن حديقة مفتوحة قد تكون من الحدائق النموذجية التي تنافس الحدائق في الشرق الأوسط، ولكن للأسف وجود إدارة غير مؤهلة غير مختصة لا تعرف شيء عن الحيوانات ولا تعرف شيء عن تغذية الحيوانات تتدخل بشكل مباشر وتتخذ قرارات ارتجالية، مما أدى إلى موت العديد من الحيوانات وانتهاء أقسام بذاتها. انتهى قسم الضباع، انتهى قسم الفهود، انتهى قسم الوشق. قلة الحيوانات وانعدام توفر الخدمات الأساسية كالمرشدين السياحيين والاستراحات وغيرها أرجعتها إدارة الحديقة إلى قلة الدعم وكثرة الإنفاق. بالنسبة للإيرادات حقها هي من 300 إلى 500، وأما بالنسبة للخرج حقها مثل العاملين ولا التغذية وغيرها يعني بحدود 3,200,000 ريال. في الوقت الذي حصلت الحديقة على مناقصة بمبلغ 145 مليون ريال لرصف بناء عشش وأماكن للحيوانات المفترسة، إلا أن الجهات المعنية والمختصة أدارت ظهرها عن تسليم مستحقات أحد المؤسسين الرئيسيين للحديقة الذي أضحى اليوم بلا عمل ولا سكن. أطالب بحقوقي وأنا مديون حق الناس، أصحاب الحمير، أصحاب الأجار، أصحاب التغذية، مديون لهم كلهم. أنا مروح بلادي لي حوالي 8 شهور. الرفق بالحيوان أمر يتطلب الجدية في العمل والعمل على إنقاذ ما تبقى منها في هذه الحديقة المفتوحة التي قد تصبح من الحدائق النموذجية على مستوى الشرق الأوسط لكبر مساحتها وتميزها بمكان طبيعي متفرد. سمية سحلول، قناة اليمن اليوم، محافظة إب.